وش ذا المحل المعفن؟ كل شيء يبيعونه بفلوس. اليوم حلقة جديدة من برنامج الصدمات، راح نصور الحلقة بعد الزريبة اللي وراي. الحين احنا بغرفة المراقبة ننتظر الضحية. مالت عليهم، حتى رجال حلوين ما في. يا جماعة في شحنة دخلت المحل، لا تصدم أحد. ها؟ وين تأكدي؟ مالت عليهم، حتى رجال حلوين ما في. لا معلش مو بشاحنة، هذا فرس نار، كلمة حقوق الحيوان. لا، هذه الزبونة اللي بنسوي قدامها الموقف الإنساني. أجل خلينا نسوي حلقة بسرعة، لأني أرسلت الحقوق الحيوان. موقف اليوم بيكون هذه السيدة عمية وما تسمع وما تشم وخبيحة. كأنك تحمستي شوي. حسب تصدق ما تسمع، وهذا الشخص الشرير بيسرق منها فلوسها جدا فوزية. طبعا خلوه قبيح جدا بالمكياج والمؤثرات. خير، هذا وجه الحقيقي. يلا نبدأ المشهد. تعالوا بريالين، شكلي بشتريها بالتقسيط. يلي بتستحي على وجهك تسرقها قدام خشمي؟ تسرقها قدام خشمي؟ نعم خير، وش تبين؟ يا قليل الأدب. وهنا كان لازم نتدخل. ما سرقت شيء، هذه فلوسي. أنا كنت ناوي أسرقها قبلك، هذه حلالي أنا. دي خمس دقايق أحوم حولها وأنت تجي تأخذها بدون جهد، ما تخاف ربك؟ وأنت وش تبين يا براطم؟ لا تكونين بتشاركيني بحلالي بعد. كنتي معنا ببرنامج الصدمات، ممكن تشرحي لنا سبب عملك الإنساني هذا؟ والله يا أختي الفلوس وسختنيها، وأنا شفتها الوسخ بملعبسها وهي مسكينة ما تشوف، فحبيت أنظف ثوبها، ما أبي إلا الأجر. كلامك يقطع القلب، خلينا نكمل المقابلة بمركز الشرطة. يلا على الأقل الشرطة حلوين.